ونتواصل معكم مشاهدينا في فقرات ومساحات صباح الشروق. التقرير القادم هو عن المركز القومي للمناهج والبحث التربوي بمدينة الدويم، نفذ مشروعات مواكبة لثورة التعليم الإلكتروني. زميل صديق البشير أعد لنا هذا التقرير. من هنا أشرقت شمس العلم والمعرفة لترسل الضياء لكل أهل السودان، ومن معهد بخت الرضا في مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض عرفت البلاد التربية والتعليم والمناهج. 74 عاما مرت من عمر المعهد ليتغير الاسم إلى المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، لينضي منفذا مشروعاته التربوية لإنجاز مركز معني بمصادر التعلم والحوسبة التفاعلية بجانب سبورة إلكترونية ضمن مشروع الحوسبة بهدف تحسين مناهج التعليم العام بالبلاد. منذ إنشاء بخت الرضا في العام 1934 جهد كبير كان بقدرات وطنية سودانية استطاعت أن تصل بنا اليوم إلى هذه القوة التي يتبوأ التعليم في السودان. لذلك نحن نلتزم اليوم أمام جماهير النيل الأبيض ومدينة الدويم وبخت الرضا والعاملين بالمركز القومي للمناهج والبحث التربوي أن بخت الرضا تعود سيرتها الأولى ورمزيتها الكبيرة. وبخطى واثقة تمضي الحكومة الاتحادية نحو الاهتمام بالمركز القومي للمناهج والبحث التربوي ببخت الرضا من خلال التعرف عن قرب على مشروعاته لترقية وتطوير المناهج من خلال التعليم الإلكتروني ضمن مشروع قومي لتطوير التعليم. يأتي ذلك في ظل تأكيدات حكومية بدعم برامج المركز الهادفة نحو تقييم المناهج بهدف إحداث النقلة النوعية في المناهج والبحث التربوي. الوزيرة أبدت اهتمام كبير بقضية تطوير المركز والدفع بآلية العمل فيه إلى الأمام، ووعدت بإذن الله بإنفاذ المشروعات المؤجلة كلها. أهم المشروعات مركز مصادر التعلم، وهو مركز ضخم سيكون بإذن الله إضافة كبيرة جدا للتعليم على مستوى البلاد، أيضا فيما يتعلق بالمبنى الإداري الحديث وفيما يتعلق بالمطبعة مطبعة الكتاب المدرسي. وتزع السلطات المختصة بالنيل الأبيض جاهدة للحفاظ على أداء المركز وتقديم الدعم اللازم له، ما قد ينعكس إيجابا على مستقبل التربية والتعليم في السودان. أؤكد نحن في حكومة الولاية إن شاء الله سنظل إن شاء الله بالتنسيق مع الإخوة في المعهد والإخوة في وزارة التربية والتعليم المركزي، إن شاء الله سبحانه وتعالى سنقدم ما عندنا إن شاء الله من جهة حتى تظل هذه الراية وتظل هذه المنارة، منارة العلم والعلماء في بخت الرضا، إن شاء الله تظل سامقة وقوية وممتدة حتى تؤهل إن شاء الله الأبناء والأجيال إلى غد مشرق وإلى غد أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. على كل قد تسهم زيارة وزارة التربية والتعليم الاتحادية للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي في تذليل العقبات التي تواجه عمل المركز بغية الارتقاء بالمناهج وحفاظا على الاستقرار الذي تشهده العملية التعليمية بالبلاد. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، الدويم.